ولسه مكملين معاكم فقرتنا من مهارات عظيمة. طبعا كان معروف ان اي شكوى متعلقة بألم او وجع في العظام ان الشكوى دي مقتصرة بس على كبار في السن، يعني ناس كبيرة فقط، لكن ده لان الجسم بطبيعته مع التقدم طبعا في العمر بيبدأ يضعف تدريجيا. مؤخرا بقينا بنلاقي شباب يعني اوقات كتير قوي واطفال بتشتكي من ألم في العظم. الحقيقة يعني ان دي ظاهرة بقت غريبة جدا، بقينا نلاحظ النهاردة ان احنا يعني الموضوع ده زاد، فخلينا كده نتعرف مع بعض على اسباب ضعف العظام، وهل ممكن لألم العظام دي يكون سببها نقص فيتامينات. كل ده واكتر هنعرفه طبعا مع ضيفتي، تشرفني وتنورني النهاردة دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. اهلا بيكي دكتور دينا. حبيبة قلبي، وحشتيني. وحشتيني قوي قوي والله، وانت كمان. حبيبتي يا حبيبتي. موضوعنا النهاردة مهم. طبعا صح؟ طبعا طبعا. واحنا بنحكي هقول لك على كام حاجه كده لمستها انا شخصيا يعني ليا والحد من اولادي، بس هنحكي عنها باستفاضه. بس انا بجد عايزه اعرف القصه الم العظم اللي ممكن يبقى مثلا طفل قاعد في امان الله وفجاه يقول اي عنده الم في منطقه معينه في رجله، سواء تحت او فوق في الانكل او فوق شويه، دي بتبقى ايه سببها؟ بصي، هو مش كل الام العظام يعني مش 100% بيبقى سببها نقص فيتامينز او كده. ممكن يكون عنده نقص في الكالسيوم، ممكن يكون عنده نقص في فيتامين د، لان هما دول الاثنين مهمين جدا. ده حصل معايا انا شخصيا مع ابني. مع ابنك؟ ما هو الناس فاكره انه كالسيوم بس، لا، هو كالسيوم وفيتامين د على فكره. ليه فيتامين د؟ لان فيتامين د لو نسبته قليله العظم لن يمتص الكالسيوم. ياه. طبعا عشان العظم يمتص الكالسيوم محتاج فيتامين د معاه. وبرده في الاول وفي الاخر لازم تستشيري الطبيب المختص، اكيد، لان مش كل مشاكل العظم نتيجه نقص الفيتامينز والمينرالز. يعني ممكن حد يبقى عنده مثلا من الناس الكبيره شويه عندهم ريماتويد او التهاب مفاصل، ده مش من نقص الكالسيوم، ده بيبقى مرض مناعي. مناعي طبعا. فلازم برضو الناس تبقى عارفه الفرق بين الاثنين، احنا محتاجين طبيب مختص ولا محتاجين فيتامينات ومعادن وحاجات كده. طيب ايه ليه الشباب دلوقتي بقى يشتكي من موضوع الظهر او الجسم او كده؟ المشكله دلوقتي ان ما بقاش في حركه، لازم اتحرك. لازم اتحرك ولازم العب رياضه خفيفه، انا ما بقولش الرياضه الثقيله، نلعب رياضه خفيفه. وستات البيوت اللي 24 ساعه قاعدين، حتى ماشي ساعه بالظبط. وستات البيوت ممكن يبقى في ست مثلا بتساعدها في البيت او بتشتغل في البيت وكده، لا، انت قومي برضو اشتغلي معاها، اعملي حاجه، حركه كويس، اتحركي. ده مهم. في بقى الشباب المدمنين المشروبات الغازيه، يا نهار اسود، مش بقول امتنعوا عن المشروبات الغازيه، مش بقول ده شديد قوي، بس لا اكثار في المشروبات. المشكله في التيست. أيوة. بقى يا دون. ايوه صح. انا بقول نشرب بالمعقول، لان برضو ده مش حلو للعظم. وكثره السكريات، السكريات الكتير ده لما السكر بيزيد والحاجات دي كلها بتضيق لي الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه محتاجه تخش العظم تغذي، ما هو الدم هو اللي هو وسيله كل المواصلات كل صحيح. حاجه. الدم وسيلة مواصلات الفيتامينات والمعادن، الدم وسيلة مواصلات الهرمونات، وسيلة مواصلات الفضلات، وات ايفر. فلازم نعرف احنا بناكل ايه برضو، وعشان ما يحصلش تضييق في الاوعية الدموية والكالسيوم ما يدخلش جوه العظم. دي برضو من الحاجات اللي بتخلي يحصل مشاكل العظم. الكالسيوم مهم جدا للعظم، يعني مهم لبناء العظم، ومهم لسنانك، ومهم لصحة قلبك وأعصابك. يمكن الناس تقولك كالسيوم يعني عظم، لا، ده مهم جدا للقلب. انقباض عضلة القلب عايزة كالسيوم، انبساط وعايز مغنيسيوم. ياه. طبعا. طبعا. فطبعا لازم نعرف ازاي ناخد انتاك الكالسيوم، بالأخص ان الجسم لا ينتج كالسيوم. دي نقطة مهمة جدا. لا ينتج كالسيوم. فبناخده من المكملات الغذائية، طبعا الألبان بيبقى فيها كالسيوم، البيض، المكسرات، الأسماك، الأجبان. لكن بيبقى مش كفاية، فبنضطر ناخد سابلمنت فيه كالسيوم، بس ما يبقاش السابلمنت اللي فيه كالسيوم من غير بالتركيز العالي. أوكي. يعني التركيز العالي ده الدكتور اللي بيديهوني على حسب الحالة. على حسب طبعا. اللي بيحتاج تركيزات عالية من الكالسيوم أكيد الست الحامل، أكيد بتحتاج 1200 ميلي جرام. السيدة اللي دخلت في المونوبوز أو دخلت في فترة انقطاع الدورة، دول طبعا بيحتاجوا كالسيوم عالي برضو، 1200.
لكن البني ادم الطبيعي بيحتاج 1000 ملي جرام. اوكي. قلب مالتي فيت اللي جاي اتكلم عنه اللي بيدعم تكوين خلايا العظام هو قلب مالتي فيت، لانه بيحتوي على كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. اوكي. فالنسبه ما تخضنيش ابدا ان انا امشي بيه لايف تايم. يمكن في ناس كتير عندها وعي شديد، مش هتأذيني على اللونج جرام. يعني على اللونج جرام مش هتضايقني في حاجه. بالظبط. وناس كتير مثقفه بتتفرج كتير جدا ما شاء الله، وفاهمه ان الكالسيوم قد ايه مهم، وفاهمه انه ما ينفعش يتاخد انتيك بتركيز عالي على مدار طويل. فطبعا بقدم لهم الف مالتي فيت اللي فيه كالسيوم، وفيه حاجات تانية كمان غير الكالسيوم مهمه جدا للتمثيل الغذائي، مهمه كمضاد اكسده، مهمه كمناعه، مهمه لصحه شعري. يمكن الضوافر بتعرفي نتيجه نقص الكالسيوم من ضوافرك. صح، مظبوط. لما بتلاقي النقط البوينتس البيضه دي بيضه، الدكتور يقول لك ده نقص كالسيوم، لازم تاخدي كالسيوم. فطبعا الف مالتي فيت داعم للكالسيوم، ويحتوي على الكالسيوم بنسبه 70، لكن لازم برضو ناخد الاكل الصحي والاكل اللي فيه كالسيوم. طيب خلينا بقى نشوف ده شكله. ده شكل العلبه بتاعه. طبعا هي ده الشكل الوحيد ملهوش بدائل. ده مهم قوي. ده ملهوش مهم بدائل، مهم قوي ان ده شكل الف مالتي فيت. هنصور العلبه. احنا متوفرين بالصيدليات، مش هقول كل صيدليات مصر لان صعب جدا ان انا اوفر. احنا عندنا اعتقد 27 محافظه، وكل محافظه فيها كام الف صيدليه. لكن الحلو اللي شركه بايو ناتشرال طرحه ارقام الكول سنتر، عشان اللي هيتكلم اللي محتاج بقى يعرف ايه المكان اي صيدليه قريبه. لان احنا موفرين في سلسله صيدليات معروفه جدا موجوده في كل محافظات مصر. انا كده افهم الصوره دي ان الكبسول ده ما بيسيبش رواسب؟ لا 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 لا، ده هو الكبسوله دي، ده هنا الصوره اللي موجود فيها الزنك بالتركيز بتاعه، فيتامين ه اللي هو اقوى مضاد اكسده في العالم. هو يعني اقصد الكبسول نفسه بتاعته بتدوب تماما؟ بتدوب. لا بتدوب طبعا، ما بيبقاش فيها. ودي بقى مجموعه الفيتامينز اللي موجوده فيه. طبعا ده احنا فيتامين بس كالسيوم، ده فيه حاجات كتير غير الكالسيوم. ولا اخدتي بالك فيتامين سي 500 ملي جرام؟ انا مسموح لغايه 1000. انا معجبه بيه جدا. انا مسموح لغايه 1000 طبعا. فيتامين سي لينا الجرعه بتاعتنا اليوميه. وده مهم جدا. ده كويس قوي. الايه؟ ال 500 ده كويس جدا. انا اخده في كبسوله واحده. كبسوله واحده بالنسبه لي ممتاز. فيتامين سي داعم للمناعه، داعم للطاقة، داعم كمضاد أكسدة، داعم لتحفيز إنتاج الكولاجين من أول وجديد. طيب يبقى أنا ممكن أقول إن فيتامين سي بيحسن العظام بطريقة غير مباشرة، لأنه داعم للكولاجين. الكولاجين مهم جدا لغضاريف الجسم كلها. طبعا فيتامين بي مهم قوي قوي لكل حاجه، للتمثيل الغذائي، لصحه الجلد على فكره. يمكن كتير مش عارفين ان فيتامين بي بيعمل ترطيب عالي للبشره. اوكي. عندي الفوليك اسيد. المجموعه كلها دندن ولا حاجه منهم؟ كل فيتامين بي، كل مجموعه فيتامين بي الكامله موجوده داخل الف مالتي فيت. وعندي النحاس طبعا مهم قوي قوي، نحاس البيوتين عشان الشعر وعشان الضوافر وعشان التمثيل الغذائي، مش بس صحه الشعر والضوافر. اوكي. وبطمن كل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا ان الف مالتي فيت مسجل في هيئه سلامه الغذاء المصريه. دي حاجه مهمه قوي. ده مهم جدا. جدا. لان احنا ساعات بنسعى ورا فيتامينز ممكن تكون اماكن مبهمه مش عارفينها. انا بناشد كل الناس اللي بتتفرج علينا ما تاخدوش اي حاجه انتم مش عارفين مصدرها. اوكي. والحاجات اللي على السوشيال ميديا اللي بتيجي انا ما اعرفش ده ايه. طب متخزن ازاي؟ يعني انا بقول ان الف مالتي فيت في الصيدليه، عارفه هو متخزن ازاي؟ عارفه ان الصيدليه مش هتحطه على الرف غير وهي معاها الترخيص. ده مهم جدا. لانه اصلا مش هيتعرض في الصيدليه بدون ترخيص. طبعا ترخيص اهو معانا، شهاده الترخيص من هيئه سلامه الغذاء. تسجيل منتج. شهاده تسجيل منتج غذائي خاص الف المكملات الغذائيه الف مالتي فيت. ودي هيئه سلامه الغذاء المصريه المحترمه جدا، اللي لما بتدي فعلا ترخيص يبقى امن لصحه يبقى المواطنين. يبقى منتج يستحق يعني. طبعا. وموجود في الصيدليات وسعره رائع. السعر رائع، مناسب لكل بيت مصري. وان شاء الله في شورت تيرم هلاقي الف مالتي فيت متواجد في كل بيت مصري، لانه فعلا مش غالي وداعم للصحه. وهرجع اقول هو فقط داعم للصحه، داعم للمناعه، مكمل مساعد يعني، عامل مساعد بس يعني. بنعمل صيانه لجسمنا كده وديتوكسيفيكيشن لجسمنا، لكن هو علاج، هو ليس علاج لاي مرض ايا كان. حلو قوي. طيب قولي لنا، انا شايفه كده ان العلبه ثلاث شرايط. صح. الشريط فيه تقريبا 10. الشريط فيه 10 كبسولات. العبوه هتكفي شهر. اوكي.
هناخده يا اما لو بنفطر كويس ناخده بعد الفطار بساعه، او ناخده بعد الغداء لو هو 10 كبسولات فعلا. بالظبط. يعني شهر ده كويس جدا. مهم قوي برضو ان نصور شكل العلبه، ما عنديش بديل لألبا مالتي فيت لا بالارخص ولا بالزياده. يعني هو ده الشكل. كلمونا يا جماعه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، الكول سنتر موجود في خدمه كل الساده العملاء، ولو عايزين تسالوا اي اسئله عن خاصه بالمنتج تقدروا تسالوا البنات اللي موجودين في الكول سنتر، شطار جدا هيعرفوا يجاوبوا على كل الاسئله، بلس ان هم هيوصلوكم للصيدليه القريبه جنب بيتكم. يعني ممكن يقول لك ايه، طب هل هو موجود في الاقصر، هل هو موجود في اسوان، طب يا دكتوره دينا انا في الغردقه، انا في مرسى مطروح. ده بيفرق على فكره مع ناس، وخصوصا لما بيبقوا مش لاقيين المنتج ده بيزعلوا قوي وبيضايقوا. لا، هيبقى متوفر في صيدليات في جميع المحافظات، واحنا داخلين يعني على فتره صيف هتلاقي الدنيا كلها في الساحل بعد كده، فهنوفر في كل الصيدليات برضه في الساحل الشمالي في شورت تيرن ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لنا بقى الجرعه بتاعتنا تبقى قد ايه جرعه؟ البني ادمين العاديين جدا هي كبسوله واحده. أوكي. لان يسالوني يا دكتوره دينا طب لو انا عايزه اخد كبسولتين، لا، هي الجرعه المصرح بيها هي كبسوله واحده. عايزه تاخدي اكتر من كده، عندك نقص شديد في فيتامين معين، بترجعي للطبيب المختص هو اللي يقول لك هتاخدي كام كبسوله منه على مدار كام شهر، وترجعي للمعدل الرينج الطبيعي اللي هو الكبسوله واحده في اليوم. كويس جدا. طب اسال سؤال بقى، الحوامل تقدر تتعامل معاه؟ الحوامل هو امن جدا للحامل، الحامل محتاجه فوليك اسيد، محتاجه كالسيوم. انا شايفه في نسبه فوليك اسيد طبعا، ومحتاجه حاجات تانية، محتاجه اوميجا، اوميجا مهم جدا، يعني مش بس هتدعم بقى بحاجات تانية لازم. اوكي. والحامل لازم تمشي مع الدكتور. محتاجه كالسيوم اكتر من ألبا مالتي فيت، فممكن يقولها مثلا امشي على ألبا مالتي فيت وخدي مثلا اوميجا معايا، خدي فيتامين دي وات ايفر، وخدي سبلمنت فيه كالسيوم زياده، لان الحامل بتحتاج جرعات اكتر من البني ادم الطبيعي. فبرضه السيدة الحامل لا غنى عن استشارة الطبيب، هل ألبا مالتي فيت كافي ولا محتاجة سبلمنتس معاه؟ تاخدوا بقى حاجة تدعم النسبة اللي هي محتاجاها. بالظبط بالظبط، فهمت جدا. واللاكتيتنج مادر الأم اللي بترضع هو رائع ليها، لأن اللاكتيتنج مادر على فكرة يمكن بقى مقولة خاطئة، أنا خلفت وبرضع ومش محتاجه فيتامينات، دي مقوله خاطئه خالص. اوكي. يعني محتاجه تدعم كمان في الفتره دي، محتاجه كالسيوم، محتاجه فوليك اسيد، محتاجه اوميجا جدا جدا جدا، يا مش بس في الفتره الاولى بتاعت الحمل لحد ما تخلص. لا، وهرجع اقول بعد انقطاع الدوره محتاجه كالسيوم بنسب عاليه اكيد. طيب سؤال بقى، اصحاب الامراض المزمنه نعمل ايه بقى معاهم؟ جرعاتهم ايه ولا دنيتهم ايه؟ اصحاب الامراض المزمنه طبعا ألبا مالتي فيت امن، منتج غذائي هو فيه فيتامينز فقط، داعم جدا، ما فيش اي مشكله ولا يتعرض مع اي دواء، ويقدر كمان يسال الطبيب المختص، ما فيش مشكله خالص. واكيد مريض السكر كمان بالذات بيحتاج طول الوقت فيتامين بي، وألبا مالتي فيت بيدعم جدا فيتامين بي العيله كاملة، فما عنديش مشكلة مريض سكر، مريض ضغط، مريض أورام، وات ايفر، نقدر نسأل الطبيب، هو آمن جدا. يمكن عندي كونسرن بسيط قوي، أصحاب أمراض الكلى وات ايفر، فشل كلوي أو كده، وأصحاب أمراض الكبد، أي حاجة بياخدوها بيسألوا الطبيب، يعني حتى الأكل اللي بياخدوه بيسألوا الطبيب، لكن لازم. كل الناس هو آمن. دي ظروف مختلفة تماما، دي ظروف خاصة بقى. بالظبط. طب هسأل حاجة، الرياضيين بقى اللي هم بيمارسوا رياضات وكده، هل بيبنوا بقى عضلات وحركات ومسلز وبتاع، هل دول محتاجين يعني يقدروا ياخدوا منه وهيبقى في معاه مكملات تانية؟ أكيد اللي هيبني عضلات ياكل لحمة وياخد بروتينات وبيض كتير ولحمة كتير، لكن محتاج ألبا مالتي فيت ده محتاجه جدا، لان الرياضيين محتاجين فيتامين سي، محتاجين هم طول الوقت يقووا مناعتهم، المناعه قويه نشاط قوي، بيروحوا مثلا الجيم، ما اناش عرفني الانسترومنت اللي انا ماسكاها معقمه ولا لا، فلازم مناعتي تبقى عاليه من اي بكتيريال انفكشن. محتاج الكالسيوم جدا عشان تكوين خلايا العظم، الرياضيين محتاجين الزنك عشان ارتخاء العضله وعشان المناعه، محتاجين جدا فيتامين بي بكل انواعه، كتير بياخدوه بكثره عشان الفيتامين بي بيعلي الايد زي ما انا قلت، وبيعلي التمثيل الغذائي، ومهم لصحه اعصابهم. فهو طبعا ألبا مالتي فيت هيبقى داعم ليهم جدا، وما ينسوش ياكلوا لحمه كتير، مش كتير قوي عشان ما يقولوش كتير قوي ويجي لنا نقرس، لا يعني بالمعتدل. لا نقرس يا نهار ابيض. الدكتوره دي هتقول لك كل لحمه كتير، ونلاقي اليوريك اسيد عالي. لا بس هم عارفين نسبهم من البروتين قد ايه. بس يعني عشان بيبقى فيه فيجيتيريان. طبعا بيبقى فيه نباتيين، ما بياخدوش اللحوم ولا الجاج ولا كده. فبناخد بروتين بالقدر المعقول، بس ما نعليش قوي عشان ما يحصلناش اليوريك اسيد يبقى عالي. طب هسال بقى حاجه، ساعات كده الواحد يتعور صح؟
وبعدين ايه ساعات بنكون زمان نقول ايه لما الواحد يبقى كويس، انا مش عارفه برضو فكره كويس ووحش دي بتيجي منين بس ايه، فالاقي الجرح التئم على طول في خلال يومين ثلاثه، وفي ناس جروحها ما بتلتئمش بسهوله، بتاخد فترات. ده ليه علاقه بنقص فيتامينز وكده؟ ممكن يبقى ليه علاقه بنقص فيتامين سي في حاله ما عندوش امراض مزمنه. انت عندك مرض السكر بيعمل سيول عاليه، سيول انا عارفه ده، لا بعيدا عن الامراض اصحاب الامراض المزمنه ممكن يبقى عنده السيوله بتاعته ممكن تكون عاليه شويه، برضو بيستشير الطبيب. أوكي. يعني برضو دي ليس اختصاصي، لكن ممكن يكون نقص فيتامين سي من احد الاسباب لكن مش هو السبب الرئيسي. طب بصي بقى، الناس اللي بتعمل دايت او مثلا بنعمل حميه غذائيه معينه ولسه بنبدا وكده، الواحد ساعات في الاول قبل ما بيبدا جسمه يتعود بيحس انه مرهق بقى وعنده خمول ومش قادر وقاعد يعني مش قادر. صح. دي برضو ليها علاقه، يعني نقدر ندعم بالفيتامين بال بال بالالب مالتي فيت يساعد؟ على طول بقول اي حد بيعمل دايت لازم يدعم بالمكملات الغذائيه عامه، واي حد بيعمل عمليه تكميم او تحويل مسار الدكتور اوتوماتيك بيمشي لايف تايم على فيتامينات ومعادن ومكملات غذائيه. يعني بيزود وزن، بيقلل، بيثبت، انا لسه مش عارفه دي ايه. قلب مالتي فيت ليس دواء تخسيس. اوكي. ملوش علاقه بده. ملوش علاقه. هو بيعلي سرعه الحرق. يعني بيعلي بيجدد النشاط، فانا لو نشاطي بقى اعلى طبيعي ان انا بلاقي نفسي بخس، بس مش هو ليس دواء تخسيس يعني. أوكي. لكن بطبيعه لو انا النشاط بقى اعلى ونزلت ورحت وجيت ومش عارفه ايه وبتاع هلاقي نفسي بخس بطريقه لطيفه ومش كويس. بسرعه مش بسرعه. اهم حاجه انه مش بسرعه. ده في ناس بتعتقد ان السرعه مش دي حاجه حلوه ابدا. احنا يعني كنا تخنانين ولا حاجه وقعدنا سنين، لما نيجي نخس مش لازم مره واحده. مره واحده. لا. صحيح. هناخد شويه كل وقت. حاجه بالمعقول يعني. صحيح. طيب قولي لي بقى، هو امن على الاطفال؟ ابتداء من 13 14 سنه امن. هايل. طيب يعني ده العمر الطبيعي اكيد اللي هو اول ما نبتدي نعرف نبلع يعني. اللي هم يبداوا يعني يا حبايبي لسه في السن الكويس. سن المراهقه. سن المراهقه. سن المراهقه. امن ليهم. طب جرعاتهم بقى قد ايه وجرعاتنا احنا الطبيعيين قد ايه وكده؟ احنا كلنا جرعاتنا ثابته، يعني هي كبسوله واحده في اليوم. أوكي. هتدعم هتدعم بعد بقى افطار ولا غدا ولا عشاء؟ بعد الغدا ممكن او بعد الفطار ممكن. الوجبه الاساسيه. الوجبه الاساسيه. أوكي. مفيش مشكله. ممكن كبار السن بيحتاجوا يمكن اكتر، لان كبار السن يمكن المعده حمض المعده مش بنفس كفاءه. أوكي. الشباب الجهاز الهضمي مش بنفس كفاءه الشباب، فلازم برضو يسالوا الدكتور لو محتاجين اكتر دعم اكتر, دعم أكتر عشان المعده هي والامعاء هي اللي بتمتص الفيتامينز. فيسالوا الدكتور بتاعهم الكبار السن لو نقدر ناخد من الف مالتي فيت كبسوله الصبح وكبسوله بالليل. دي برضو يعني اكتر من كبسوله للدعم، ده لازم بقى نسال طبيب مختص حسب الحاله. حسب الحاله. بتسأل. لكن الناس العاديين الشريحه الكبيره بياخدوا كبسوله واحده في اليوم كفايه. طيب ده بالنسبه لي يعني ايه حاجه رائعه، انا مبسوطه جدا. انت عارفه انا قاعده بتكلم معاكي وقاعده بسمع المعلومات بشكل يعني جميل جدا. حبيبتي عظيمه. طيب على فكره هو الب مالتي فيت مش بس التكوين بيساعد على تكوين، انا عندي حاجات كتيره جدا داخل الب مالتي فيت. عشان كده بيقول لك صحتك في كذا وكذا وكذا. مهمه قوي ان انا اعرف ادعم المناعه. طب انا السؤال بقى يعني نقوله كده باستفاضه للناس، ايه اللي بيميز الالب مالتي فيت عن اي مثلا مكمل غذائي تاني؟ اللي بيميز الالب مالتي فيت انه بيدعم المناعه جدا لاحتوائه على فيتامين سي واحتوائه على زنك. اللي بيميزه جدا انه الاقوى كمضاد اكسده، لانه بيحتوي على فيتامين اي وبيحتوي على فيتامين سي، داعمين جدا كضد الاكسده. اللي بيميزه بقى جدا 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 انه غني بعائله فيتامين بي الكامله. الكامله. كل عائله فيتامين بي. أوكي. انا محتاجه فيتامين بي 1، محتاجه فيتامين بي 2، 3 و5 و6 و5 و7 و9 و12. كل دول مهمين جدا جدا. والحلو فيتامين بي ان الاكسيد منه ما بترسبش في الخلايا. حلو ده. الاكسيد منه اصلا بينزل عن طريق البول، لكن الب مالتي فيت داعم جدا لفيتامين بي. فيتامين بي مهم لحاجات كتير جدا، تمثيل غذائي، سرعه الايض. لو هتكلم على البشره والشعر مهم قوي لترطيب البشره. كويس. مهم فيتامين بي برضه. ميه كتير. لا هو الميه كده ولا عشان انا مش عايزه اعرض جسمي للجفاف يعني. تمام. الجفاف بيعمل مشاكل كبيره فلازم اشرب ميه. انا واحده من الناس بنسى اشرب ميه، فبعمل ايه طول ما انا قاعده احط الازازه جنبي، لان انا من البني ادمين اللي مش بتعطش للاسف. في الشتاء ما بتلجاش للميه عشان الجو. عشان الجو لازم تشرب.
لازم لازم ميه على الاقل 2 لتر 3 لتر في اليوم نحاول يعني، وما نبدلش الميه بمشروبات غازيه او عصاير، ملهاش بديل اطلاقا. وزي ما انا قلت المشروبات الغازيه نشرب براحتنا بس خلاص نقنن منها. مهم قوي اقول ان قلب مالتي فيت بيدعم تكوين خلايا الدم، الكوبالامين بيدعم جدا تكوين خلايا الدم. مهم على طول اعرف ان صحه دمي، ان انا ادعم خلايا دمي، لان الدم مهم للبقاء على الحياه، الدم هو وسيله المواصلات لكل حاجه في الدنيا. فقلب مالتي فيت داعم لده. قلب مالتي فيت اللي بيميزه انه داعم جدا لصحه البشره والضوافر والشعر. يقولوا لي ايه دكتوره دينا، انا شعري بيقع شعري بيقع شعري بيقع، فممكن يكون من احد الاسباب تساقط الشعر نقص البيوتين، ونقص البيوتين وفيتامين بي، ونقص الزنك، ونقص النحاس وفيتامين. هنكمله بقى بألفا مالتي فيت. لكن برضو لازم ارجع اقول مش كل تساقط الشعر نتيجه نقص فيتامينات ومعادن. اطمني على الغده الدرقيه بتاعتك. اكيد اكيد. اطمني ان ما عندكيش مرض مناعي. أكيد. يؤدي الى الوبيشيا. اطمني ان ما فيش ضغط دم عالي، كل الحاجات دي وقتها اقدر اقول ان ممكن يكون نقص فيتامينات ومعادن. حبيبتي دندن انا مبسوطه بوجودك معايا وسعيده جدا، بشكرك على يعني اجاباتك على اسئله كتير بجد. انا كتبت كل الحاجات الحلوه اللي الناس كانت بتستفسر عنها. ميرسي لوجودك معايا. ميرسي بجد. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. يعني نورك كتير غطى علينا النهارده، وبشكرك. ولينا لقاءات ثانيه وحلقات ثانيه هنستكمل فيها احداثنا عن المكمل الغذائي الف مالتي في. بشكر حضراتكم وشكرا لمتابعتكم جدا معانا، وفي انتظار أسئلة حضراتكم على الصفحة الشخصية. ومن هنا الحلقة جديدة، أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، والسلام عليكم.